مرحبا. بينطلق نهارنا بطقس غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحراره بالداخل، وبتنخفض الحراره على الجبال. الرياح شماليه غربيه وبتوصل سرعتها لل 25 كيلومتر بالساعه. الحراره على الساحل بتسجل 19 درجه ببيروت، على الجبال 11 درجه بفقرة، اما بالداخل فبتسجل 18 درجه برياء. نسبه الرطوبه بتسجل 80%، والبحر متوسط ارتفاع الموج. كيف الطقس بالايام يلي جايه؟ اذا اليوم غائم جزئيا والحراره مستقره، وبنشوف ضباب على المرتفعات. الاربعاء رح بيكون قليل الغيوم والحراره بتسجل ل 20 درجه وبتنشط الرياح بالمناطق الجبليه، اما نهار الخميس فقليل الغيوم والحراره بتسجل 19 درجه و 18 درجه لنهار الجمعه. انا بدي اتمنى لكم نهار حلو ورايق، وهلا جوله سريعه لبعض العواصم العربيه والعالميه.